يا ترى ايه اللي هيحصل في مصر بعد صفقة رأس الحكمة؟ والدولة هتعمل ايه بال 35 مليار دولار اللي هتاخدهم من الامارات؟ وايه الصفقات الجديدة اللي ممكن مصر تعملها في الفترة اللي جاية؟ والسؤال الاهم، ازاي مصر قدرت توجه اقوى الضربات لتجار العملة والمضاربين على الدولار؟ بانكير، نبض البنوك. اللي حصل من بعد توقيع صفقة رأس الحكمة ونجاح الدولة في تفكيك السوق السوداء للعملة ما جاش صدفة ولا حصل بين يوم وليلة، لا ده كان نتيجة تخطيط وتحركات مكثفة اتعملت من كل أجهزة الدولة، سواء الأجهزة الرقابية أو الأجهزة الأمنية، عشان نوصل للحظة اللي عايشينها دلوقتي واللي بتشهد بداية النهاية لأعنف أزمة عاشتها مصر. طيب، إيه اللي عملته الدولة عشان تقضي على السوق السوداء؟ حرب الدولة على الدولار قايمة على ثلاث أقسام، الجزء الأول منها قايم على المواجهة المباشرة للجهات الأمنية مع مافيا التجارة بالعملات الأجنبية، وقدرت في الشهور اللي فاتت تمسك منهم 38 فرد، وكان معاهم عدد كبير من العملات الأجنبية المختلفة، والتحقيقات معاهم كشفت أنهم شغالين في شبكة مافيا عالمية وفيها أسماء كبيرة ورنانة من جوه مصر. التحقيقات اللي قامت بيها الجهات الأمنية بيانت ان التجار اللي اتمسكوا دول هم ما إلا أدوات صغيرة بيحركها عصابات دولية هدفهم تجميع أكبر قدر ممكن من العملات الأجنبية والدولار، وإنهم يمنعوا بكل الطرق الدولار من التداول بالطرق القانونية في البنوك الوطنية مهما كان هيدفعوا في الموضوع ده من عملات مصرية مقابل إنهم يلموا كل الدولار اللي مع المواطنين. المتهمين اعترفوا للجهات الأمنية انهم كانوا السبب الأساسي في وصول سعر بيع الدولار في السوق السوداء ل 70 جنيه، خصوصا ان كل هدفهم انهم يلموا كل الدولار اللي موجود في السوق ومفيش دولار واحد يروح البنوك، وكل شغلهم كان قايم على اهالي وقرايب المصريين العاملين بالخارج، وكانت السوق السوداء هي السبب الأساسي في تراجع تحويلاتهم لاكثر من 40%، وكمان اعترفوا ان الجماعات دي شغلت ناس معاهم تروح للدول المعروفة بانتشار المصريين فيها زي الدول العربية عشان تشتري منهم الدولار بأي سعر هناك، والناس اللي شغالين معاهم هنا يدفعوا المقابل المطلوب لأهليهم. الجزء الثاني من خطة الحكومة لمواجهة السوق السوداء كان قايم على توفير الدولار وبشكل كامل في البنوك الوطنية قدام التجار والمستوردين عشان يقدروا يشتروا كل السلع والخدمات اللي بتحتاج عملات أجنبية، وكانوا بيضطروا يشتروا الدولار من السوق السوداء بأعلى سعر عشان يقدروا يشتروا بضايعهم من الخارج، ودع حصل من خلال قرارات الحكومة بتوقيع عقود رأس الحكمة واللي هتوصل العوائد المالية المباشرة منها ل 35 مليار دولار، منهم 11 مليار موجودين بالفعل في خزينة البنك المركزي، ودول كانوا ودايع لدولة الإمارات عندنا هنا في مصر، وفي 10 مليار تانيين هيدخلوا خلال أسبوع، و14 مليار دولار هيدخلوا خزينة البنك بعد شهرين من النهاردة. الدولارات دي بشكل مباشر هتخلي الطلب يقل بشكل كبير على السوق السوداء، خصوصا ان البنوك هتوفره بسعره الرسمي للتجار والموردين، وبالتالي مش هيروحوا للسوق السوداء علشان يشتروه بأي سعر عشان يدفعوا ويفرجوا عن السلع والبضايع بتاعتهم. الجزء الأخير من خطة الحكومة لمواجهة السوق السوداء هتبدأ البنوك تطبيقه من النهاردة، هو أن البنوك مش هتقبل تشتري أي دولار من أي مواطن بدون ما يكون معروف مصدره إيه، يعني بالعربي كده اللي اشترى دولار من السوق السوداء وحب يخلص منه دلوقتي يبله ويشرب ميته. حد هيسأل ويقول يعني كده أزمة الدولار خلصت ومش هنشوف سوق سوداء تاني؟ اللي حصل في صفقة رأس الحكمة بداية لسير مصر في الاتجاه الصحيح، بس طبعا أزمة كبيرة وضخمة ومتفرعة زي أزمة نقص العملة مش هتخلص بين يوم وليلة، والأسواق محتاجة شوية وقت عشان تستوعب اللي حصل، وبيتم توفير الدولار في البنوك للشركات والمستوردين، ووقتها السوق السوداء هتنتهي تماما. طيب، يا ترى في صفقات جديدة في درج السيسي لتوفير الدولار، وإمتى بدأت ساعة الصفر للقضاء على كل المؤامرات؟ اللي بيسأل هو رأس الحكمة ده آخر المشروعات الضخمة ولا لسه في جراب الحكومة مشروعات تاني؟ شوف حضرتك، اللي يعرف الرئيس السيسي كويس هيعرف انه شخصية فريدة ما يغلبش، وكل مشكلة مهما كانت صعبة ليها عنده ألف حل، وده سر ثقته الدائمة في كلامه، وكل اللي قاله السيسي بيتحقق، وده لأنه راجل مخابرات ومعلومات في الأساس، وحلول المشاكل قايمة على المعلومات وتحليل وتقييم موقف وعلى احتمالات وتوقعات لمستقبل أي أزمة، وعشان كده ساعة أزمة الدولار قال ما تخافوش هتبقى ذكرى يا مصريين، وساعتها نبرة الثقة اللي في كلام الرئيس كانت لغزة حتى عند رجال وخبراء الاقتصاد واللي كانوا شايفين الأزمة المالية صعبة جدا والمركزي مش هيقدر يحلها لوحده، لكن السيسي كان عنده حلول تانية.
نرجع لموضوعنا الأهم وهي الصفقات الجديدة اللي بعد رأس الحكمة. المعلومات اللي حصل عليها بنكير وهي معلومات أكيدة، وما تنسوش إن بنكير كان أول موقع في مصر يقول على حجم استثمارات مشروع رأس الحكمة، لما ناس كانت فاكرة إنها 22 مليار دولار وبس. قلنا يا جماعة الاستثمارات هتعدي 35 مليار دولار. بعد رأس الحكمة في مشروع ضخم بيتم تجهيزه للطرح على مستثمرين قريب جدا، وهو مشروع رأس جميلة. وده مشروع تقدر تقول عليه كده ببساطة انه شرم الشيخ تانية بكل قوتها وسحرها واستثماراتها. وعاوزين نقولك حاجة، رأس جميلة بيفوق مشروع رأس الحكمة لان منطقة رأس جميلة مكانها خرافي، وهي جنب مدينة شرم الشيخ وبتطل على اجمل منظر بحري في الخليج ومنطقة الجزر والمياه السعودية وملاصقة لمطار شرم الشيخ الدولي. وعشان كده السعودية هتكون الأقرب لتنفيذ المشروع، وباستثمارات ضخمة جدا هيتم الإعلان عنها قريب جدا. عامة المعلومات المتاحة عن صفقة رأس جميلة إن المشروع هيشمل تطوير المنطقة وإقامة مشروعات فندقية فاخرة على مساحة 403,615 متر مربع، وإقامة فنادق 4 نجوم بطاقة استيعابية 844 غرفة، بالإضافة ل 1288 شقة فندقية، وده غير المشروعات السياحية والترفيهية والتجارية التانية، واللي هتحول المنطقة لجنة على الأرض. مساحة منطقة رأس جميلة 860 ألف فدان، ويتم الاستعانة بشركات استشارية كبيرة بالتعاون مع الوزارات المعنية المختلفة وبينها وزارة الإسكان وباقي الأجهزة قبل الإعلان عن أي صفقة. من رأس جميلة هنروح لمشروع تاني ضخم بيتم تجهيزه، والمرة دي مع قطر، وهو إنشاء منطقة الريفيرا العالمية في مدينة العلمين الجديدة. وده مشروع لا يقل أهمية عن مشروعات تانية، لأن الريفيرا المصرية في العلمين الجديدة هتكون أهم من الريفيرا الفرنسية الشهيرة، وهتقلب حسابات شركات السياحة والسفر في العالم لمصر. ومشروع العلمين ريفيرا السياحي بالمنطقة الغربية هيكون بمثابة وجهة سياحية للساحل الشمالي على مدار العام، ويشمل المشروع إقامة 10,250 غرفة فندقية و3,975 شقة فندقية. كمان هيوفر 30,000 فرصة عمل، وتم إعداد المخطط الرئيسي للمشروع بالتعاون مع عدد من الشركات والمكاتب الاستشارية العالمية الكبرى والمتخصصة في مجال التطوير السياحي والفندقي. المشروع القطري في العلمين الجديدة هيكون على مساحة 10 مليون متر مربع، وبيضم المارينا ومنطقة ترفيهية للأسر وأماكن لممارسة الرياضات المائية وأندية الشواطئ وأندية الجولف ومحلات التجزئة والمطاعم، ده بخلاف إقامة مدينة طبية ومركز استشفاء وكذلك مركز الإبداع والتعليم، وبيضم مدرسة دولية وقاعة مؤتمرات. المشروع المنتظر واللي بتستثمر فيه قطر الهدف منه في النهاية توطين بيزنس الضيافة المتميزة لتأكيد مكانة العلمين ريفيرا كوجهة عالمية المستوى، وده من خلال إنشاء مجموعة من الفنادق ذات العلامات التجارية العالمية والمصممة بشكل مبتكر في الساحل الشمالي، منها على سبيل المثال فنادق ماريوت، أكور، روتانا، واللي بدأ بالفعل التعاون معها، وهتتولى الشركات دور المشغل للفنادق واللي هيتم إنشائها بالمشروع. كل الصفقات الجديدة دي هيتم الإعلان عنها خلال أيام مش شهور، وده معناه إن ساعة الصفر بدأت لضرب السوق السوداء للدولار من حوالي سنة، وإن الرئيس كان بيفكر في المشروعات دي قبل ما يقول أزمة الدولار هتبقى ذكرى، ولما بدأ التفكير في طرح مشروع رأس الحكمة كانت بداية النهاية لكل المؤامرات اللي كانت على مصر، والنهاية الفعلية للسوق السوداء للدولار هتكون خلال أيام. كان معاكم مصطفى إبراهيم من بنكير. بنكير نبض البنوك.